عمرنا بدي لك وألوانك على جماله. أهلا 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 بالأستاذ. يعني وحيات الله نحن جينا لعندك مبسوطين كتير, قاصدين الله وقاصدينك, لأنه بتعرف نحن أنه بدنا هالمخرج القوي بالبلد المبدع مثل ما بيقوله. أهلا. معرفتك على خطيبتي وأم ولادي. لا الراقصة خواصر يعني. بدك تعمل لك فتلة على الطاولة هلا, ما عندها مشكلة. عم بمزح حياتي معلش. وبرضه بنقار علي. اهلا يا اهلا. استاذ فوزي تفضل, بتحب تشرب نسكافيه؟ اذا بالكونياك اوكي, اذا بالك كونياك انا متعود عليها نسكافيه بالكونياك مشان الخياشيم الصوتية بتنظف. خياشيم؟ عندك كونياك؟ لا ما عندي. معلش غير مرة هلا حياتي. شو بتاكل بسكويت؟ لا البسكويت بينصحني هلا, عندي هلا بدنا نعمل كليبات وقصص وحكايات. احكينا فتنا خبرنا حضرتك عامل قبل كليبات بشي مطرح يعني. انا بعرف استاذ دوري ذكرني بالعائلي. جلبوط. جلبوط نعم. عائلي مهضومي. كثير مهضوم. عامل كليبات وما كليبات. طبعا طبعا انا ثلاث ارباع كليبات البلد انا بعملها. يا اهلا يا اهلا استاذ فوزي. نحن عندنا اغنية جديدة انا وخطيبتي يعني رستقناها وجايين انه بركي انت بتخرج لنا اياها. يا ريت يعني انا بنسخة خسرة وهو بغني. اللي شو عامل كليبات, انا عندي هيدي الاغنية اسمها حلمتك حامل من غيري. اوف هيدي اغنية بدها تكسر الارض. ليش؟ لانه موضوعها جديد. في هيدي النهفوية الفوزوية اللي انا مشهور فيها. عندي كلمات اذا بتحب. حلوة كتير كتير اذا بتسمعها بتجنن. ناخذ فكرة. حلمتك حامل من غيري قلتيلي هيدا منك. من نومي فقت منقوز ودغري قلبت عليك البوز انجا عم بيوقف طايري. انا كلامه معبر جدا. بدي جيوش عم تتصارع مع بعض. يعني الفكره اللي عندي اياها الاساسيه انه بكون عم طارد شخص انه حاطط عينه على خطيبتي ام ولادي. نعم. بطلع بالاف 16 بدي انزل لاقصف عليك. برجع بشنقح على جنب بروح باخذ بارجي. بارجي هلا في كتير بوارج ما في اكثر منهم عندنا بالمنطقه. صحيح صحيح. نستاجرها مش مشكله يعني, نستاجرها من الامريكان اذا بياجرونا اياها ما في مشكله يعني ممكن نحكي حدا بنحط لهم اسمهم بالداخل الكليب وبنعمل عليه انزال ننزل بالدبابات. البارجي تقديمات كذا. ايوه ننزل انزال وبننزل عليه بالدبابات نبلش قصف قصف عن ابو جنب. عندك فكره اكثر فين يكون معك بالدبابه؟ ايه حياتي انت هلا بيكون عم ترقصي على ظهر الدبابه. اوكي على ظهر الدبابه. فينا نرقصك كمان على من راسك على شو اسمه مطرح ما بيغطوا الطيارات على البرجي. اوه يا عيني عليك يا عيني عليك عنده افكار قويه. شفت وانا عم فكر حتى نستعمل كم صاروخ باتريوت باتريوت. هول فينا نجيبهم خلبي. فينا ننزل عمليه انزال ينزلوا من السماء باراشوتات قد ما بدك ويطلعوا من الارض ويبلشوا. فينا 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 نجيب احصني. فينا نجيب احصني. احصني كمان لانه بحب انا امزج بين القديم والجديد. فينا نجيب جمال. جمال نجيب لجمال. نجيب منجنيق كمان. منجنيق منجنيق. هو بيزبط كبادجت اذا قلنا بهالشيء بهالضخامه وهالقصص ب 10000 دولار ولا؟ انا بعتقد يعني ال 10000 رح يكفونا ويضل معنا. عم بقلبك بدك طيارات وبوارج وجيوش ولو يا استاذ فوزي حبني اخذ وجع علي. 10000 دولار جيب مي فايف يا حبيب القلب. شوف يا استاذ فوزي انا رح افتي لك اياها للاخر. ايه تفضل. انا مستعد اقدم لك هذا الكليب. تقبرني ربك يا حبيبي بس مقابله يا ريت هيك خطيبتك وام ولادك حلوه. ايه يعني شوف شوف قول رح اكون واضح وصريح معك وديركت. قول اللي بقلبك على راس لسانك قول. انا رح اقدم لك هذا الكليب تقدمي ولكن بالمقابل يا ريت هيك انسه خواصر ست خواصر تعطينا اياها ليلي. ليلي بعينك لمين فكر حالك ولا مش عارف حالك مع مين عم تحكي قطيعه اللي تقطعك يقبرني موديلي والواني. ما هو بعد ناقص يقبرني موديلك والواني ليلي قوم نعمل له لك. يلا بلا بتعرف حبيبي خطيبي فوزي بي ولادي اذا بيسمعك عم تحكي هالحديث مش شافك اثنين بيفسخك اثنين بعد ناقص. لا لحظه طعمرك قطع خواصر لحظه تقلك شغله حياتي انت ما تعصب اتركني انا عليك. بس انا ما معصب بس خليني اقلك شغلي. شو ما تقوليني اشي انا ما قلتها. انا كنت رح اقول غير هيك يعني صراحه. ما ليش ما هو كليب لك كل العمر هيدا بيشتغل على رواق الزلمه وبيهتم لنا فيها. اما بعيونك انت كمان بدل ما انا عم حامي حالي فيك بكل ليلي. يلا شو لا شو رح يقدموا اخر يا حياتي. معلش انا رح علي اللي جيت معك. طيب استاذ فوزي ما زلنا نحن هيئتنا اتفقنا ورح نوصل على رح نوصل على اتفاق. ايوه هلا انت بطريقتك اقنعه لانه هيدا لانه الخبر هيك زعجها. شو بدك قلي؟ بدنا دفع على الحساب. دفع على الحساب؟ وما اعطي بوصي حياتي. ما اعطي بوصي حياتي. منيحك انت وياه بلا تسرق ساتر ما بتجي على البيت ولا هيك بضل معصبي كل نهار الله وكيلك. طيب بدنا نعمل كليب. طيب فينا ننزل مثل بوارج تنزل من السماء.
بوارج من السماء.